مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من السادسه، حلقه بدايه المشوار. بس اسمحوا لي في البدايه الحقيقه اتوجه بخالص التعازي باسمي وباسم جميع العاملين في قناه النادي الاهلي للاخ والصديق والزميل العزيز ايهاب الخطيب في وفاه المغفور له باذن الله والده. يعني دعواتنا الى الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. ايضا شركه برزنتيشن لايف الحقيقه توجهت بخالص التعازي، تتقدم طبعا اداره شركه برزنتيشن لايف وجميع العاملين بها بخالص التعازي والمواساه للاستاذ ايهاب الخطيب المدير الفني لقناه الاهلي ورئيس قناه مدرستنا في وفاه والده، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. كمان الحقيقه النادي الاهلي متمثله في ادارته، الاهلي بيتقدم بخالص التعازي لمدير قناه الاهلي في وفاه والده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، يتقدمون بخالص التعازي للاستاذ ايهاب الخطيب مدير الفني لقناه الاهلي وعضو النادي في وفاه والده. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم العائله الكريمه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. قبل ما نبدا الحلقه وندخل في تفاصيل بدايه الرحله وبدايه المشوار لكاس العالم، تفاصيل كثيره جدا هنستعرض خلالها ابرز الفرق اللي بتشارك في البطوله ومشوار الاهلي المتوقع والمنتظر واللي يبدا ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 8 مساء بتوقيتنا في القاهره في مواجهه الفائز طبعا من اوكلاند سيتي واتحاد جده. خلونا واسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا. تقدر تقول كده انها بدايه طموح جديد وتحقيق او السعي لتحقيق انجاز قد يكون الاول في تاريخ النادي الاهلي. ننسى كل اللي فات ونبدا مشوار البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي في مشاركه تسعه ممثلا عن قاره افريقيا وفي مشاركه رابعه على التوالي بيبدا الاهلي رحلته للمشاركه في كاس العالم. النهارده البعثه وصلت بسلامه الله للسعوديه. في كلام كتير الحقيقه عن الفرق المشاركه، يبدو كده يبدو انه الجميع ليس في افضل احواله. يعني على مستوى النتائج اتحاد جده مؤخرا، سواء كنا بنتكلم على دوري ابطال اسيا سواء كنا بنتكلم على الدوري السعودي، تعرض لخسارتين في غيابات قد تكون مؤثره في صفوف الفريق باستثناء يمكن خط هجومه اللي عاد ليه عبد الرزاق حمد الله، ولكن اعتقد انه هو عاد من الاصابه لكن مشاركته من عدمه، مستواه الفني هل جاهز انه يخش في بطوله كبيره بحجم بطوله كاس عالم الانديه؟ وده انا النهارده اللي هركز عليه. عنا على مباراه الاهلي اللي هتتلعب يوم الجمعه، مش عايز اروح لا لفلومينينزي ولا لمانشستر سيتي اللي الاثنين كمان يبدو ان هم بيعانوا. طبعا النهارده سمعنا عن اصابه ايرلينج هالاند، غياب دي بروينا من اول الموسم، نتائج السيتي على مستوى الدوري الانجليزي مش الاحسن على الاطلاق، ثلاث تعادلات وفوز بشق الانفس على لوتن تاون، تعادل قبل كده مع توتنهام، تعادل قبل كده مع تشيلسي، تعادل قبل كده مع ليفربول، في حاله من حالات عدم الاستقرار او خلينا نقول النتائج اللي مش مرضيه على اقل تقدير بالنسبه لجماهير السيتي. كلام النهارده على ايقاف النشاط، طبعا لسه ما تاكدناش بشكل رسمي لكن في احتماليه موجوده لايقاف النشاط في البرازيل، عندهم مشاكل في انتخابات الاتحادات وهو الى اخره. كل ده هنطرحه النهارده وهنتكلم على ابرز اللاعبين اللي بيشاركوا في البطوله، مشوار الاهلي في البطوله اللي هيبدا يوم الجمعه. وخليني اقول لكم طبعا كل اخبار الاهلي المتعلقه برحلته للسعوديه. تعالوا نشوف الاهلي نيوز روم فيها ايه النهارده. بسلامة الله غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة النهاردة بعد مران صباحي خفيف. بيترأس بعثة الأهلي طبعا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ويمكن قائمة الفريق شهدت بعض يعني الاختلافات النهاردة. محمود متولي شارك الصبح في التمرين وخضع لكشف طبي من قبل دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي قبل بداية التمرينة، وتأكد من سلامته وشارك بشكل كبير وسافر مع البعثة. الصور الرسمية يمكن نزلت لبعثة النادي الأهلي النهاردة. يمكن شفنا طبعا تابعنا أو تابعتم أنتوا على مدار اليوم وعلى قناة الأهلي تحرك البعثة من مقر النادي الأهلي في الجزيرة وصولا لمطار القاهرة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي طبعا لقطات من الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله، بكرة المواجهة الأولى أو بكرة مباراة الافتتاح بين أوكلاند سيتي وبين طبعا كابتن محسن صالح، مهندس عدلي القيعي، دكتور محمد شوقي، كابتن زكريا ناصف، ولاعيبة النادي الأهلي كلهم وصلوا بسلامة الله للسعودية. ومن بكرة إن شاء الله تبدأ رحلة التحضير والاستعداد لمواجهة الجمعة. أفضلية الأهلي إنه مش هيلعب مباراة على مدار أسبوع كامل، ودي بتصب في مصلحتك. يمكن الفايز من أوكلاند ومن اتحاد جدة أيا كان مين، يعني بصوا طبعا كل شيء وارد في كرة القدم، لكن من وجهة نظري المنطقي يعني أو التوقع، لو سألت 10 9 منهم هيقولوا لك اتحاد جدة، واحد منهم ممكن ياخد المغامرة ويقول لك لا والله أوكلاند سيتي هو اللي هيقابل الأهلي يوم الجمعة. لكن أغلب الظن بطولة في السعودية، اتحاد جدة من أكبر الأندية في السعودية، حتى من قبل التدعيمات ومن الانضمامات، واحد من 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 كبار آسيا عموما مش بس المملكة، مع وجود تدعيمات طبعا كبيره زي انجولو كانتي، فابينيو، بنزيما، طبعا رومارينيو، طبعا واحد من اخطر، انا بشوف رومارينيو يمكن يكون اخطر من وجهه نظري يعني اخطر لاعب في سكواد اتحاد جده، عبد الرزاق حمد الله لو 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 فت وجاهز، واشوف واحد من اخطر مهاجمين في قاره اسيا كلها، يمكن يكون اقوى خطوطهم هو خط الهجوم، لكن دفاعيا اتحاد جده يعاني رغم وجود اسماء كبيره جدا طبعا في مقدمتها احمد حجازي زي ما شايفين، طبعا رامي ربيعه، علي معلول، الشناوي، كهربا، وامام. اتمنى ان الكل يكون جاهز، الدوافع موجوده وكبيره جدا، وواثق تماما انه كل الصفحات وكل المنافسات اللي خاضها الاهلي في الفتره اللي فاتت صفحه واتقفلت. هاني والسوليه، أكرم إن شاء الله يكون ليه دور كبير جدا، شوبير الصغير، خالد عبد الفتاح، طبعا الوحيدين اللي غابوا عن رحلة السعودية طاهر، محمد طاهر، مودست، يارا، يا مسهل، يعني رهان عليه كبير، ممكن تبقى إعادة اكتشاف أو مش إعادة اكتشاف، انطلاقة جديدة لأنتوني مودست نتمناها، بتولي اللي جاهز زي ما قلت لحضراتكم. منعم اللي هيكون ليه دور كبير جدا في مواجهة ثلاثة من أقوى خطوط الهجوم في البطولة. لو انت قدر ليك انك انت توصل مباراه نهائيه، ده معناه انك انت هتواجه ثلاثه من اقوى خطوط الهجوم، سواء فلومينينزي او اتحاد جده الاول طبعا لو تخطى اوكلاند سيتي، او فلومينينزي البرازيلي، او طبعا السيتي. حتى في غياب ايرلينج هالاند لو ما شاركش يعني في البطوله وطالت اصابته وهو اصيب في القدم، زي ما قال بيب جوارديولا، جوارديولا قال انه بيتمنى انه ايرلينج هالاند يلحق بالبطوله، لكن في النهايه قدامهم شويه وقت، عندهم هم يمكن يعني طبعا مش هيشاركوا في الادوار الاولى، هم هيواجهوا الفايز من كلاب ليون واوراوا المكسيكي في الدور قبل النهائي، واذا قدروا يفوزوا في المباراه يوصلوا للمباراه النهائيه، فاعتقد انه ممكن ايرلينج هالاند يكون جاهز على المباراه النهائيه. لكن في النهايه السيتي مش في افضل احواله، اتحاد جده مش في افضل احواله، فلومينينزي مش في افضل احواله، في مشاكل في الكره البرازيليه، وفي بعض التسريبات اللي قالت انه قد احتماليه صعبه قليله، يعني ما هيش احتماليه كبيره، قد يتم استبعاده من البطوله في حاله انه الرد اللي حصل ان في مشكله في انتخابات الاتحاد وتدخل حكومي ومما ادى لاستبيان او ارسال خطاب من الفيفا للاتحاد البرازيلي عشان يديله تفاصيل الازمه، وهل فعلا كان في تدخل حكومي؟ تدخل حكومي يعني ايقاف النشاط، ايقاف النشاط يعني منع المنتخبات، منع الانديه، منع الحكام من المشاركه في البطولات التابعه للفيفا، واولها طبعا بطوله كاس العالم للانديه، وهنا هتكون امام حلين. كل ده في اطار تسريبات لسه ما بنتكلمش على معلومات نهائيه، وانا هحاول اعرف من ضيوفي النهارده اخر التطورات في ملف فلومينينزي. قد يتم استبعاده بشكل نهائي من البطوله وما يبقاش اساسا في ممثل لكوبا ليبرتادوريس او لامريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه، وقد يتم استدعاء وصيف البطوله بوكا جونيوز الارجنتيني للمشاركه، لكنها امر لسه لم يتم البت فيه بشكل نهائي، وفي اطار التحقق من تفاصيل الامور من قبل الفيفا مع الاتحاد البرازيلي. فبالتالي الاجواء كلها تقدر تقول عليها فيها حالة من حالات عدم الاستقرار، لكن تركيزنا كله طبعا انا هتابع بكره ماتش اتحاد جده، وكلنا هنتابع ماتش اتحاد جده واوكلاند سيتي، وهيبقى لينا وقفه مع بكره في حال طبعا تاهل اوكلاند سيتي، هنركز بشكل كبير جدا على الفريق مجهول رغم ان واحد من اكثر الفرق مشاركه في البطوله، لكنه طبعا غير مصنف، اعتقد انه ما وصلش المربع الذهبي غير مره واحده في تاريخه،
لكن الحظوظ الأكبر والفرص الأكبر أعتقد هتكون لاتحاد جدة في تخطي عقبة أوكلاند سيتي، وبالتالي هنركز بداية من بعد ماتش بكرة إن شاء الله نعرف نتيجته ونشوف مين هيتأهل لمواجهة النادي الأهلي. النهاردة استعراض عام للبطولة، بطولة محل اهتمام إعلامي كبير جدا على كل المستويات، بيشارك فيها عدد كبير جدا من نجوم من كل أنحاء العالم. الأهلي أصبح ضيف دائم وأصبح ليه أرقام قياسية سواء على مستوى المشاركات، سواء على مستوى المباريات اللي فاز بيها، سواء على مستوى اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف، واللي بعتقد أن في منهم أعتقد الشحات بيشارك في البطولة دي ممكن يرفع رصيده من المشاركة في عدد الأهداف طبعا، ويتخطى أسماء كتيرة جدا شاركت في البطولة. زي ما قلت لكم متولي شارك في التدريبات الجماعية النهاردة بعد ما الجهاز الطبي اطمأن عليه، وإن شاء الله هيكون موجود مع سكواد النادي الأهلي. عبد القادر وكريستو هما الاثنين بس اللي تخلفوا عن السفر للمملكة مع بعثة النادي الأهلي طبعا اللي هتشارك في كأس العالم بسبب الإصابة، والاثنين بيشتكوا من الخلفية. في فحوصات طبية اتعملت للاثنين، ودكتور أحمد جبلة طبيب الفريق الأول أكد أنه سواء عبد القادر أو محمد ضوي الكريستو الاثنين تعرضوا لإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الأخير اللي أقيم أول امبارح على ملعب التتش، والاثنين هيخضعوا لمزيد من الفحوصات الطبية عشان يتم وضع البرنامج العلاجي والبرنامج التأهيلي المناسب ليهم إن شاء الله. والاثنين حقيقة خسرناهم، يعني أنا بشوف أو ثلاثة احنا خسرناهم في البطولة دي، ثلاثة كمان من اللعيبة المهارية اللي تراهن عليهم إن هم يكونوا أصحاب حلول في ماتشات صعبة. أنت بتتكلم على أقوى مستوى منافسة هياخده الأهلي، إذا كنت بتتكلم على بطولة أفريقيا، بتتكلم على دوري محلي، دوري محلي ممكن تقول إنه الفرقة اللي ممكن تكون بتنافس مع الأهلي الزمالك وبيراميدز. دوري أبطال أفريقيا ممكن تكون الفرقة اللي بتنافس مع الأهلي هي الوداد وسان داونز، مع كامل الاحترام طبعا والتقدير لكل الفرق اللي موجودة، ومن الوارد جدا يكون في مفاجآت، لكن بقول قياسا على المستوى في السنوات الاخيره. لكن لما بتروح لبطوله كاس العالم انت اعلى مستوى من المنافسه على مدار السيزون كله، سواء نجحت في تخطي عقبه اتحاد جده هتقابل فلومينينزي البرازيلي لو شارك، ولو نجحت في تخطي عقبه فلومينينزي هتقابل السيتي، مفيش شك انه اقوى فريق على مستوى العالم في الوقت الحالي. القصه انك لو استمر مشوارك في البطوله دي، البطوله هتبدا يوم 12 تنتهي يوم 22، لو استمر مشوار الاهلي في البطوله دي لغايه 22 هتسافر من السعوديه على الامارات عشان تبدا كاس السوبر المصري او كاس النخبه المصري في شكله الجديد اللي هيشارك فيه الاهلي مع بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا. الاهلي هيلاعب سيراميكا، فيوتشر هيلاعب بيراميدز، والاثنين اللي هيكسبوا هيلعبوا المباراه النهائيه يوم 24. ازاي؟ ما تسالش. يعني الاهلي ممكن يكون بيلعب نهائي كاس عالم يوم 22، نتمنى ونحلم بده، يكون عنده بعدها ب 48 ساعه رحله من السعوديه للامارات. صحيح رحله مش طويله لكن بالتاكيد هتكون الى حد ما مرهقه وهتخل باجنده النادي الاهلي، وانت جاي من ثلاث ماتشات لو نجحت في الوصول للنهائي صعبين جدا عشان تبدا رحله جديده الدفاع عن لقب جديد وبطوله جديده هي كاس السوبر المصري. هنتكلم في ده النهارده برضو بكل تفاصيله، بس اسمحوا لنا فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم. جماهير النادي الاهلي اللي كانت الحقيقه المحرك والدافع الاساسي لتحقيق كتير من الالقاب والبطولات هتكون حاضره بالتاكيد في بطوله كاس العالم، ومن بعدها ان شاء الله مع مشاركه الاهلي في السوبر ده اللي تعودناه دايما، وكانت حريصه او كان جزء من الجماهير دي حريص على انه يستقبل بعثه النادي الاهلي في المطار النهارده، تواجده طبعا في استقبال البعثه في اول ايام وصولها للمملكه. كل التوفيق طبعا لفرقتنا اللي بعتقد انها مش بس يعني خدوا بالكم قصه اللعب في الخليج عموما وفي المملكه او في الامارات خصوصا، مش بس الجمهور اللي في الملعب ده، انت كمان رحت اذا كان هيحضر لك في الملعب 15 20 او حتى 30 الف، فانت عندك عشرات الالاف موجوده بره مستنياك تفرح، وده واحد من اهم الدوافع طبعا اللي اتمنى انه لعيبتنا تراهن عليها. اللي ما عنديش شك فيه انه الكلام اللي بين اللعيبه الايام الاخيره دي انه في رغبه حقيقيه في ان البطوله دي تكون تعويض لجمهور نادي الاهلي عن البدايه اللي مش موفقه قوي في بدايه الموسم. نتمنى ان شاء الله انه الاهلي يظهر في افضل شكل وافضل حاله ممكنه تفرح المصريين اللي هيكونوا موجودين في الملعب واللي هيكونوا طبعا موجودين بره الملعب، والاهم من ده عشرات الملايين بقى اللي بيشجعوا الاهلي في كل حته.
بمناسبه على فكره رحله السوبر المصري، يعني زي ما قلت لكم قبل الفاصل، احنا من السعوديه ان شاء الله لو مشوار الاهلي ان شاء الله كمل للنهايه في بطوله كاس العالم وما خرجناش بدري، ده طبعا شيء ما نتمناهوش، لكن لو استمر مشوار الاهلي لمباريات حتى التالت والرابع او المباريات النهائيه سواء تالت ورابع او اول وتاني، هيكون بعد كده على بعثة الاهلي التوجه من السعوديه للامارات العربيه المتحده وتحديدا العاصمه ابو ظبي. النهارده المجلس الرياضي لابو ظبي اعلن عن تفاصيل بطوله السوبر المصري، الامارات بتستضيف البطوله لتالت مره على التوالي على ارضها. كان دايما بشرة خير كده وفال حسن ووشهم حلو علينا. بس طبعا البطوله السنه دي هتقام بنظام مختلف شويه عن قبل كده، كان قبل كده بطل الدوري بيواجه بطل الكاس، النهارده الاهلي هيلعب مع سيراميكا وفيوتشر هيلعب مع بيراميدز، والاثنين هيفوزوا في المباراتين هيلعبوا بعض يوم 29 على اللقب في المباراه النهائيه. التذاكر تم طرحها بالفعل على المواقع الالكتروني، وبالتالي متاحه زي ما اعلنا عن اسعارها امبارح، تبتدي اعتقد من 7 درهم للدرجه السابعه وصولا ل 85 درهم للدرجه الاولى. من هنجيب لحضراتكم على مدار الحلقه اللي حابب طبعا من جماهير النادي الاهلي يدخل على لينك، على مدار الحلقه هنجيب لكم اللينك الخاص بموقع بيع التذاكر الخاصه بكاس السوبر المصري. لكن خلينا نروح المغرب، لانه بعد دقائق وتحديدا بعد 90 دقيقة يمكن من دلوقتي هيبدأ حفل اختيار الأفضل في مراكش في المغرب، ومعانا على التليفون السيد عبد الغفور درار الصحفي المغربي عشان يكلمنا طبعا عن حفل توزيع الأفضل أو جوائز الأفضل على مستوى قارة إفريقيا، واللي بينافس الأهلي فيهم على 4 جوائز: أفضل نادي، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى مرشح ليه طبعا الشناوي، أفضل لاعب مرشح ليه بيرسي تاو، وأفضل هدف مرشح ليه هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني. بينافس الأهلي على لقب الأفضل على مستوى الأندية الترجي، نادي الوداد الرياضي المغربي ونادي سان داونز وويليامز، لا مش ويليامز، عندنا أونانا طبعا، أونانا طبعا حارس مرمى مانشستر يونايتد بينافس مع الشناوي، وعندنا ياسين بونو حارس مرمى المغرب والهلال السعودي بينافسوا على لقب افضل حارس مرمى في قاره افريقيا. عندنا بالنسبه للاعبين بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، بيتر شالويلي المهاجم الناميبي لاعب سان داونز، وفيسن مايلي لاعب بيراميدز الكونغولي. دول الثلاث لاعبين اللي بينافسوا على لقب الافضل في قاره افريقيا. نستقبل السيد عبد الغفور درار. سيد عبد الغفور مساء الخير. مساء الخير الاخ سمير وشكرا على الاستضافه. اهلا بيك معانا وشرفنا وجودك معانا على شاشه الاهلي. قبل دقائق ناخد منك تفاصيل استعداد الاشقاء في مراكش لاستقبال حفل جوائز الافضل على مستوى الضيوف على مستوى التحضير للحفل قبل ما ندخل في التفاصيل. نعم، بالنسبه للاستعدادات هي كانت منذ ايام على قدم وساق في مدينه مراكش، حيث سيقام بقصر المؤتمرات وهو معروف على استقبال ابرز الانشطه الرياديه والانشطه الغير رياديه في مدينه مراكش. بالنسبه للاستعدادات الان هناك استعدادات على توافد اللاعبين والمرشحين لجائزه افضل جوائز الكاف بمدينه مراكش. نعم، بالنسبة للمرشحين محمد صلاح بالنسبة من المصري لاعب ليفربول إضافة إلى أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أوسيماني. إزاي بداية يعني شفت كإعلامي طبعا فكرة الاختيارات، فكرة الترشيحات بداية، وعايزك تكلمني أكتر عن كيفية تحديد الفائز بأي لقب من أو أي جائزة من الجوائز؟ هل القصة مرتبطة بمتخصصين، بخبراء، بمديرين فنيين، أو بتصويت من خلال الجمهور؟ نعم، بالنسبة للتصويت لأفضل اللاعبين في السنة هناك من طرف الصحفيين الأفارقة إضافة إلى الجماهير، لكن بالنسبة للقوائم النهائية شهدت بعض الاختيارات اللي غير مفهومه من الكاف، حيث بعد من طرف هنا في المغرب انتقادات لاذعه
بالنسبه للكاف باسقاط ياسين بونو اللي كان حاسم رفقه المنتخب الوطني المغربي لوصول للنصف نهائي كاس العالم، بالاضافه الى كان دوره الكبير بتتويج اشبيليا. لكن معلش اسمح لي سيد عبد الغفور. نعم. انا لسه كنت بعلن على الاسماء المرشحه للمنافسه على جائزه افضل حارس مرمى في القاره، وكان من ضمنها ياسين بونو. هل تم استبعاد ياسين بونو من المنافسه على جائزه الافضل؟ لا جائزه افضل لاعب هو موجود بجائزه افضل حارس افريقيا. هذا الوسط المغربي كان يعتقد انه بونو سيكون ضمن ثلاثه مرشحين للكره الذهبيه عوض افضل حارس في افريقي. هذا هو المقصود من كلامنا بالنسبه. يعني انت بتتكلم على الجائزه، المنافسه على جائزه افضل لاعب مش افضل حارس. نعم، الجائزه ديال الافضل لاعب. بالنسبه للافضل حارس تواجده هو امر طبيعي. بالاضافه الى تواجد الشناوي الحائز على دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي رفقه الاهلي، اضافه الى اونانا اللي كان تزوج رفقه انتر ميلان الايطالي. هل بتشوف انه طريقه الاختيار اساسا يعني ليك عليها تحفظ او ليك عليها تعليق فكره اختيار الاسماء؟ لانه زي ما انتم في المغرب استغربتوا مثلا من استبعاد ياسين بونو من لقب افضل لاعب، كتير مثلا من اشقائنا في الجزائر برضو كان ليهم تحفظ على استبعاد رياض محرز لانه الموسم الاخير ليه مع السيتي حقق الثلاثيه، وكانوا بيروا ان هو يجب على الاقل انه يكون موجود من ضمن الترشيحات. نعم انا بالنسبه للراي ديالي كان لابد على الكاف تواجد ياسين بونو ورياض محرز ضمن القائمه النهائيه، واستبعاد صراحه استبعاد اشرف حكيمي لانه لم يكن له دور كبير رفقه فريقه باريس سان جيرمان، بالاضافه الى محمد صلاح رغم انه توج رفقه ليفربول لكنه بالقيمه لانه كان حاسما دوره كبير رفقه الفريق. اعتقد ان ياسين بونو بالاضافه الى رياض محرز لانه توج بثلاثيه رفقه مانشستر رغم انه لم يكن كذلك دوره حاسم وفعال في التشكيله ديال غوارديولا لانه كان يلعب كاحتياطي، وبعض المباريات المهمه لم يكن يشارك فيها اساسا. هذا هو الاختيارات كما طيب. خليني اعرف، انا عارف يعني احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا عن اقل من 90 دقيقه ويبدا الحفل، بالتاكيد النتائج حسمت. يعني انا اعتقد انه تم تحديد سواء على مستوى الانديه او على مستوى اللاعبين الجوائز، جائزه الافضل هتروح لمين. هل في اي تسريبات عندكم في الوسط الاعلامي المغربي عن الاسماء الاقرب لتحقيق الجائزه او الاسماء اللي هتفوز بالجوائز الافضل؟ بالنسبه للتسريبات وبعض الاخبار القادمه من مدينه مراكش من الحفل بانه افضل لاعب في افريقيا ستذهب لفيكتور اوسيميني. اوسيمين لاعب ليفربول. لانه توج رفقه ليفربول بالدوري. فيكتور اوسيمين لاعب نابولي، لاعب نيجيري، مهاجم منتخب نيجيريا. نابولي وتوج الهداف ديال الدوري. هذا بالنسبه لافضل لاعب. افضل حارس هناك يقولون بانه ستذهب الى ياسين بونو. هذا افضل لاعب. هناك لاعب من سان داونز الجنوب افريقي سيتوج بجائزه افضل لاعب محلي. بيتر شالويلي. نعم بيتر شالويلي. نعم. بالاضافه الى افضل نادي سان داونز سيفوز افضل نادي في افريقيا. ده على اساس ايه؟ يعني على اي اساس تم اختيار سان داونز؟ هذو هما التسريبات التي لدي حتى الان صراحه. على كل الاحوال انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. طبعا يعني اذا قارنا انجازات سان داونز على المستوى القاري
اعتقد انه بالتاكيد طبعا فوزه بجائزه الدوري الافريقي المستحدث او السوبر ليج لقب مهم، لكن بالتاكيد مش ممكن يتقارن بلقب دوري ابطال افريقيا، البطوله الاصعب، البطوله الاطول، البطوله المقامه على مدار موسم بالكامل، مش مجرد بطوله مجمعه. اضيف على ده تحقيق الاهلي كمان بالاضافه للقب السوبر الافريقي او الدوري دوري ابطال افريقيا لخمس القاب او اربع القاب محليه معاهم، اعتقد ده انجاز كبير جدا بالتاكيد لابد ان هو يتاخد في الاعتبار. على كل الاحوال كلها دقائق بسيطه ويتم الاعلان رسمي عن الجوائز. بشكر السيد عبد الغفور درار الصحفي المغربي على مشاركته معانا. نفتح ملف كاس العالم ونشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات مع زوفي في السادسة، لكن بعد فصل 10 أيام تبدأ من يوم 12 لغاية يوم 22 ديسمبر في حدث فريد، فرصة لصناعة المجد. صحيح يمكن ما تكونش على مستوى الألقاب بطولة الأهلي حقق لقبها، لكن ماتشات الأهلي وفوز الأهلي على أبطال القارات أعتقد أنه خالد في ذكريات كل الأهلاوية اللي تابعوا وحتى اللي ما تابعوش وعرفوا او سمعوا عن امجاد الاهلي اللي بدات في 2006 بتحقيق ميداليه برونزيه وتكررت في 2021 بتحقيق برونزيتين تانيين مع بيتسو موسيماني، واللي اعتقد ان الغالبيه العظمى من الجيل اللي سافر للسعوديه النهارده وصل بالسلامه شارك في تحقيق الانجازات دي، طموحات لا حدود لها. وفرصه الاهلي رغم ان احنا ممكن تكون البعثه مسافره واحنا قلقانين شويه او مش في تمام الثقه، لكن انا شايف ان فرص الاهلي كبيره جدا ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه المقبل امام الفائز من مواجهه بكره ان شاء الله اتحاد جده واوكلاند سيتي. ارحب بضيوفي سعيد علي ونادر شبانه اللي بيشرفوني النهارده في السادسه لبدايه مشوار الحديث طبعا عن الاهلي في رحله رقم 9 في كاس العالم للانديه. سعيد مساء الخير. مساء الخير عليك استاذ احمد، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك نادر. مساء الخير. مساء الخير يا ابو حميد، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه وسعيد دائما وابدا، يعني انا بطلع مع سعيد ومعاك في الطموحات ايه؟ عاليه طبعا طول الوقت، طموحاتنا عاليه واماننا كبيره، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه وانطلاقه لموسم الاهلي وتكون فرصه لاستفاقه ذهنيه اولا قبل ما نتحدث عن معانقه المجد والبحث عن المجد اللي طول الوقت بندور عليه. ويمكن النهارده كان في رساله مهمه جدا للاعيبه الاهلي من كريم بنزيما لما بيتحدث في سياق البطوله عن الاهلي ويتذكر كم كان الاهلي ند وكم كان الاهلي فريق صعب جدا جدا في مواجهه ريال مدريد. اعتقد دي رساله، انتوا حجمكم اهو العالم شايفكم كده، الاسطوره كريم بنزيما يتحدث عنكم بهذا الثقل، اعتقد انها رساله تعيد الثقه من جديد ليهم. شوفوا حجمهم وحجم المسؤوليه الواقعه عليهم ويكونوا باذن الله في الموعد ويقدروا يقدموا لنا بطوله كعادتهم في البطولات الاخيره. مشاركات الاهلي نادر في كاس العالم الاهلي بقى تريد مارك، واذا كنت بتتكلم عن المشاركات الاولى في بدايه الالفيه كان الاهلي لسه حديث العهد بمشاركه في كاس العالم للانديه، كانت الخبرات اللي موجوده في مواجهه ابطال قارات الى حد ما مش كبيره قوي. انت النهارده بتتكلم على انه بالذات الجيل ده كمان قدر انه يكسب تقريبا كل ابطال قارات اسيا، امريكا الجنوبيه، كونكاكاف، باستثناء اوروبا الاهلي قدر يهزم ابطال القارات كلهم. فبالتالي ده في حد ذاته بيتهيألي واحد من اهم الدوافع انك انت تروح وانت عندك طموح توصل لابعد مدى. متفق بنسبه 200% في موضوع ان ده اهم الدوافع حاليا، انك ما فيش عندك فرصه اكتر من ان يكون عندك كاس العالم علشان تستفيق من الكبوه اللي بيمر بها النادي. يعني طبعا ما فيش حد راضي عن النتائج الفتره اللي فاتت، ولا جمهور ولا اداره ولا لعيبه ولا جهاز فني ولا كل الكلام ده، بس وانس ان احنا شفنا الصوره بتاعه اللعيبه بالبدل وخلاص مسافرين، لو احنا صلحناكم خلاص يلا ورونا بقى تعملوا ايه، فاهم؟ اصل في الاول هو كل سنه يحصل نفس القصه، مش مساله نتائج بقدر ما اللي هو انت ايا كانت ايه المشاكل اللي ممكن تكون شايفها في الفرقه، بس بمجرد ما خلاص اللعيبه داخله على بطوله كاس العالم للانديه ده في حياه، يعني بالنسبه لنا احنا الحمد لله طبعا، يعني ان احنا كنا بنشجع الاهلي فشفنا الاهلي في كل المناسبات اللي شارك فيها في بطوله كاس العالم للانديه من وقت 2005 لحد ما احنا بنتكلم في 2023 لمرة الرابعة على التوالي بتشاهد الأهلي في كاس العالم للأندية. ففي كل ما بيجي كاس العالم للأندية ده بيرجع لك تاني النوستالجيا بتاعت اليابان، وبعد كده بتفتكر الإنجازات اللي حققتها مع بيتسو موسيماني من سنتين، وبعد كده بتفتكر أنك أنت رحت قرعة ريال مدريد السنة اللي فاتت، فأنت عايز تروح تاني. في كل مرة بتروح وهدف جمهور الاهلي طموحك بيكبر. صحيح. يعني احنا خلاص السنه اللي فاتت الناس لما شافتنا ان احنا نلعب على الثالث والرابع قال لك يا عم مش فارق معانا دلوقتي قد ما كان فارق معانا ان احنا نوصل الفاينل بالظبط وناخد البطوله. ده بالنسبه لنا علو سقف طموحات الاهلي من جمهوره.
دائما وابدا انك انت وصلتني لدرجه ان انا عشمان في النادي تاخد البطوله. واحنا شويه يعني معلش لو اتكيت على الجرح، ان هو جرحي انا زي ما هو جرحكم انتوا كمان اكيد، واذا كنا محرومين شويه من ان احنا نحقق نتائج على مستوى ان احنا نوصل اساسا لكاس العالم على مستوى المنتخبات، او حتى لما بنوصل في المرات النادره ما بنقدرش نعمل او نسيب ذكرى يعني باستثناء التعادل مع هولندا سنه 90، واعتقد ان انتوا الاثنين ما حضرتوهوش اكيد. كان افراح في الشارع، مصر كلها كانت في الشارع. لكن 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 انا بيتهيالي انه الجيل ده كمان بالذات قدر يكسر الحاجز النفسي اللي موجود من وجهه الكبار، لانه فين في فين غير الاهلي هيبقى عندك الفرصه انك انت تواجه كبار العالم، ان عندك الفرصه انك تخش مباراه رسميه مع نجوم زي هالاند، زي فيل فودن، زي رودري، زي مارسيلو، زي فيليبي، زي جوارديولا، زي كينو، زي جوارديولا طبعا، زي بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي في واحمد حجازي في بقى عالمي برضو. رغم ان سمعت النهارده حصل مشكله كده مع الصحفيين في التمرينه بتاعت اتحاد جده، بس ما عنديش تفاصيلها. لكن هي فرصه كمان للاعيب الكوره اللي بيبتدي المشوار من هو صغير عشان يوصل انه يحقق لنفسه مجد في بطوله زي دي. صحيح، احنا بنتكلم عن ان دي تكون نقطه انطلاق لانك مرفوع عنك الضغوط. لما يرتبط الحدث بجوارديولا وكريم بنزيما والاسماء اللي حضرتك ذكرتها، فانت بالتالي خليني اقول ان النتائج عموما مقبوله في اي وضع، لان انت بتقابل خصوم اقوياء جدا، اسماء كبيره جدا، ميزانيات ضخمه ومفتوحه. فبالتالي انت هنا العب من غير ضغوط، حوافز ودوافع اكبر من اي وقت فات. العب كورتك، العب بالشكل الاعتيادي. بشوف ان اهم حاجه بيحتاجها النادي الاهلي علشان يقدر يعبر عن وجود قوي في هذه المناسبه، ان احنا نفهم وندرك جيدا جميعا ان اولا مارسيل كولر لم يذهب الى السعوديه للاختبار. يعني الراجل ده اللي نجح في انه يحقق 5 بطولات في الموسم الماضي ليس محل اختبار في مباراه او مباراتين، بعيد كل البعد عن ده. لازم الرساله دي تكون واصله له مننا كجمهور كميديا، اكيد اكيد وصلت له من بدري من مجلس الاداره. انت رايح عشان تعمل شغلك الاعتيادي العادي اللي احنا قدرنا من خلاله نصنع نجاحات ونثق جدا في قدرتك على ده. وكل الرجل جاد جدا جدا في قراءه المواجهات المباشره الاقصائيه اللي هي تحقق لقب، اللي هي تسرق لقب، فلازم نعزز ده جدا جواه وننقله ده وننقل ثقتنا فيه. ثم اللاعبين لازم يدركوا جدا ان الراجل ده يستحق منهم جهد اكبر. يعني احنا في اخر مباراتين الراجل ده بيدفع ضريبه تكاسل، لا تركيز، سرحان، حاجات كتير جدا. فلازم اللعيبه هو اللي بيحاسب على فاتورتها. بالظبط بالظبط. احنا يعني مباراه بلوزداد الاخيره تفاجئنا بكم فرص. انا شخصيا قلت هنا هقابل فريق متكتل. انت قلت لي باكيد هيغامر، قلت لا هيجي يتكتل، لكن كم فرص ومساحات ظهرت والراجل قدر يوصل لمناطق. احنا جوه الست يارده 3 لاعبين، وبالتالي استمرار حاله اللا تركيز لازم اللعيبه تدرك كويس جدا جدا ان خلاص مفيش فرصه لده. كمان كولر يستحق منهم اكتر من ده. فبالتالي انا بشوف انها فرصه ان شاء الله استعاده الحاله الذهنيه، استعاده اليقظه، الحوافز، الدوافع تدفعنا ان شاء الله ان احنا نقدم مباراه جيده امام اتحاد جده، اكيد هو الخصم الاقرب لينا. اسالكم بس على ماتش بكره وتوقعاتكم لمين الاقرب رغم ان النتيجه جايه من الكنترول يعني، بس برضه كل شيء وارد في كره القدم. لكن خليني اسال نادر الاول. كولر فاجئنا في اول نسخه كاس عالم ليه. يعني الحقيقه احنا لعبنا البطوله اللي فاتت في ظل ظروف صعبه جدا، رحلات سفر من ملعب لملعب حتى جوه المغرب نفسها، ورغم كده قدم عروض قويه جدا، فاز في اول مباراتين منهم كانت مباراه في منتهى القوه امام فلومينينزي، وحتى الماتشين اللي خسرهم امام ريال مدريد وفلامينجو يعني بشوف انه الاهلي كان اكتر من ند في الماتشين دول. ويمكن في ماتش فلامينجو كنا اقرب كمان لتحقيق المكسب لولا بعض الاخطاء الساذجه يعني اللي حرمتنا من اخطاء تحكيميه كمان اخطاء تحكيميه كان غربال مصطفى روبال صحيح وحكم المباراه حرمتنا من برونزيه رابعه. لكن في النهايه طريقه واسلوب لعبه في مواجهه الكبار كان رهان ناجح وقدم مستويات كويسه جدا. اللي المنتظر وسنه اولى بالتاكيد تختلف عن سنه ثانيه، خبرات بتزيد، ادراكه لامكانيات فرقته بتزيد، ان وصول فكره وطريقه واسلوب لعبه بتزيد. بالتالي ايه المتوقع وايه اللي انت منتظره من مارسيل كولر في البطوله دي؟ يعني التحرر من كل الضغوطات اللي بيتمارس على الاهلي مؤخرا،
المطالبات، يعني انت رايح كاس العالم في كل سنه بتكون رايح فيها كاس العالم مش مطالب باي حاجه غير انك انت تروح تلعب لعبك، وده معظم المدربين اللي كانوا بيدربوا الاهلي في بطولات كاس العالم سواء مانويل جوزيه قبل كده او حتى بيتسو موسيماني اللي حققوا انجازات قبل كده قالوا الكلام ده. قال لك ان اللعيبه بخليها بتنزل تلعب الماتش وهي فريش خالص، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه مطلوب، يعني مش مطلوب منك انك تكسب ريال مدريد، مش مطلوب منك انك انت تكسب بايرن، فانت بتنزل تلعب الماتش وانت متحرر من كل الضغوط وعندك الدوافع انك انت العالم كله بيتفرج عليك، فانت ما عندكش سنة يعني ولو 1% ان يكون عندك نسبة السرحان اللي كان لسه سعيد بيتكلم عنها اللي حصلت مثلا في ماتش بابلو زداد او سنة التكاسل او الكلام ده كله. فمارسيل كولر واحد من المدربين اللي السنة اللي فاتت شقت الاقدار، وبعد ما مسك الاهلي بشهرين جه الموضوع بتاع ان المغرب هتشارك في المغرب هي اللي هتنظم بطولة المونديال، لقى نفسه مرة واحدة ده ما كانش مطالب عليه اصلا، ما كانش مطالب بيه قصدي، فمرة واحدة لقى نفسه هيشارك في بطولة كاس العالم. انت بتلعب انت لعبت دي النسخه التاسعه اللي هتشارك فيها بالزبط. منهم اربع مرات على التوالي اللعيبه دي نفس صحيح. نفس السكواد 80% من الجيل ده بيلعب رابع مره كاس عالم على التوالي، دي حقيقه. وبالنسبه لمارسيل كولر هيلعب العشره برضه، يعني هيلعب خمس بطولات على التوالي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن بالنسبه زي ما بقول لك لمارسيل كولر تحديدا، هو كمدرب متمرس عارف كويس ان اللي بيحصل في الاوقات اللي زي دي، وحصل معاك الكلام ده قبل كده في 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 سويسرا في مع بازل، حصل تعثرات كتير في الوقت اللي كان بيجي فيها مباراه كانت ممكن هي اللي تخلص او 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 تعيد احيائه من جديد، او زي ما بيقولوا كانت تبقى مباراه عنق الزجاجه كان بينجح فيها. السنه اللي فاتت ده حصل مع مارسيل كولر، مباراه الهلال مثلا في بطوله دوري ابطال افريقيا كانت عنق زجاجه من ماتش دوت، انت بدات مسيره الخمس القاب اللي اتحققوا السنه اللي فاتت مع مارسيل كولر. مباراه فريق فلومينينزي دي، المباراه دي انت خسرتها بظلم تحكيمي، واللعيبه نفسها ظلمت مارسيل كولر في الماتش ده. فلامينجو انا اسف، احنا كسبنا اوكلاند بعد كده سياتل، اوكلاند بعد كده سياتل ساوندرز بثلاثه اعتقد ثلاثيه، اعتقد لو ما اوكلاند ثلاثيه سياتل كان 1-0 بتاع قفشه، هدف قفشه اللي كان في الدقيقه الاخير. وبعد كده لعبنا ريال مدريد، فاكر سياتل ساوندرز كان منافس قوي جدا جدا قدام النادي الاهلي جدا، وكان عامل لك يعني كان الفريق نفسه كان عامل لك حساب وعارف هو بيلعب مين. بس انا هقول لك حاجه، في الاربع ماتشات دول اسمع برضو راي سعيد، انا حسيت انه اللعيبه بتلعب وهي مش حاطه في اعتبارها الفوارق اللي موجوده. بالظبط، لعيب الكره لما بينزل الملعب وهو بيواجه فرقه زي ريال مدريد، لو ما عندوش الثقه في نفسه وما عندوش احساس انه يقدر، هتحس ان في رجليك ياس رمل. صحيح، وطريقه المحاضره والاسلوب اللي بيختاره الهيد كوتش في الماتشات اللي زي دي، وانت رايح تلعب ريال او انت رايح تلعب فلامينجو، لو وصل للعيب انه مش واثق في امكانياتك او حط تكتيك او طريقه لعب شدوا الحيل يا رجاله احنا نازلين ندافع حتى السماله يعني فاهم حتى الموت، برضه هتأثر نفسيا. لكن الواضح ان كولر حتى في مواجهه فرق زي ريال وزي سياتل ساوندرز وهم يفوقوك من ناحيه الامكانيات والاسماء والعناصر الفرديه، كان مدي لعيبته الاريحيه دي، كان موصل لعيبته ان احنا نقدر نعمل ده. صحيح، هو مارسيل كولر كان واضح من البدايه وكانت استراتيجيته معلنه ان انا هلعب كوره، ان انا بحب فلسفتي هجوميه، يا راجل بحب اتقدم الكوره استحوذ حتى لو كان خصمي هو اقوى خصم وهو بطل اوروبا. فشفنا خناقه على مين يتحكم في الريتم، مين يتحكم في الايقاع، مين يروح للجون اكتر، لدرجه ان احنا في فترات اللي احنا كنا مغضوضين، لا كفايه كفايه خروج لقدام، كفايه مساحاتها تظهر. شفنا ازاي وانت بتقابل واحد من اشرس الانديه في اخر 10 سنين او اشرس الفرق في اخر 10 سنين في فكره التحولات، انت شفت ازاي ريال مدريد سرق جوارديولا في 10 دقائق بسبب التحولات وقدرته على استغلال المساحه، فكانت جراه غير عاديه انك تقبل على اسلوب زي ده، لكن سابوا لنا في النهايه تحفه رائعه تستمتع بيها طول الوقت وتتحاكى بيها. النهارده بنزيما بيتذكرها وبيقول ان قد ايه احنا كنا فريق صعب، قد ايه ان احنا كنا فريق بنعمل خناقه كوره، طالعين لقدام بنلعب تمرير تدوير صناعه كم كبير من الفرص، لو في تركيز في لحظه ما من المباراه كنا قدرنا بالظبط كنا نقدر نتقدم في الربع الاخير من المباراه ونقدر نخرج بفوز تاريخي، لكن ما زالت الفرص بتتوالى، اعتقد ان احنا عندنا فرصه ان احنا نقدر نعملها. طيب انا مش هرجع لتاريخ طويل رغم انه التاريخ بدا من 2006 وكنا لسه حديثي العهد يعني بفكره مشاركه مع ابطال القارات وبطوله بحجم بطوله كاس عالم ده، لكن خلينا في التاريخ القريب، في الثلاث نسخ الاخيره دابت يعني واحد من ما كسب البطولات دي
بعيدا عن البرونزيه، انت حققت 2 برونزيه وحققت مره مركز رابع. بالظبط. بس بعيدا عن فكره التحقيق انجاز على مستوى الرقمي، انا بشوف انه انك كسرت حاجز نفسي في فكره انك تدوب الفوارق. بمعنى طبعا احنا قبل كل بطوله بنستعرض قوائم اللعيبه، بنتكلم على اخطر لعيبه في الفرقه اللي بتشارك، بنتكلم على القيمه التسويقيه. كنا دايما بنلاقي الاهلي بيجي في نمره الترتيب الخامس او الترتيب السادس من ناحيه القيمه التسويقيه لعيبته يعني. لكن لما تلاقي نفسك بتقدر تكسب مونتريال المكسيكي وتكسب بالميراس البرازيلي وتكسب الهلال السعودي وتكسب الدحيل القطري وتكسب فرق تصرف على الورق بتقول ان امكانياتها اكبر منك بكتير، انا بيتهيألي ده بيلغي فكره وجود الفوارق دي، وبيأكد على فكره انه شخصيه البطل ممكن تقرب كتير قوي او تلغي كتير قوي من الفوارق دي يا نادر في بطوله بحجم بطوله كاس عالم للانديه. شخصيه البطل دي بتتلخص في النسخه بتاعت 2021 اللي كنا بنلعب بيها اصلا هاف سكواد، اللي كان كل الفرقه بتفهمهم افريقيا وبتلعب بمغربي اساسي، بتلعب برامي ربيعه بعد ما كان بعيد جدا عن المشاركه، احمد عبد القادر كان بعيد عن المشاركه. مغربي، ما انا بقول لك لعبت بمغربي، مغربي اساسي في ماتش مونتيري. الفريق اللي انت ما كسبتوش في 3 ماتشات، منهم ماتشين خسرت فيهم بنتيجه كبيره بهيفي سكور 5 في المغرب، بتلعب قدامه مباراه، بتقدم مباراه كبيره عظيمه قدام مونتيري، بتكسب 1-0، بتلعب مباراه بالميراس بتكون الافضل، ولكن برضو الاخطاء ساذجه جدا. قدرت انك انت ما قدرتش انك انت توصل لسيمي للفاينل، خسرت سيمي فاينل، بتروح تلعب الهلال بالسكواد المرعب اللي كان عند الهلال في وقتها، عاملين تدعيمات كمان قبل البطوله دي بالظبط مخصوص البطوله. هو الهلال كان داخل ياخد اللقب ده، وساعتها فريق الهلال خسران من تشيلسي بالعافيه. تشيلسي توخيل اللي هو بطل اوروبا كسب 1-0 او 2-1 بالعافيه. صحيح. بالعافيه ماتش تشيلسي ده، بتلعب الهلال، بتدي الهلال درس كوره، وقاعد بتتفرج على مباراه اللعيبه بتعزف فيها، كان فيها رفق من الاهلي. بالظبط بالظبط والله، كان احنا ضيعنا كميه فرص في المباراه دي اصلا، غير الاربعه. فكره ان معيوف اصلا كان طالع احسن لاعب في فرقه الهلال نفسها وهو شايل اربعه، ده في حد ذاته يدل على 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 مدى قوه الاهلي في البطوله دي. فهنا بيستمد الاهلي قوته من شخصيته، شخصيه البطل اللي موجوده عند الاهلي مش موجوده عند انديه كتيره، ومش عايز ابالغ واقول بس مش بس في افريقيا، في اوروبا كمان. صحيح. او في قارات تانية شخصيه. طيب. البطل اللي موجوده عند الاهلي مختلفه تماما. خليني اخدكم لحاله الفرق المشاركه، وهركز اكتر على الفرق اللي في طريق الاهلي. تمام. يعني احنا اذا ما نجحنا، ما اعرفش الاول هينجح اتحاد جده في تجاوز عقبه اوكلاند سيتي ولا قد تحدث المفاجاه، لكن في النهايه واحد من الاثنين هيكون في طريقنا يوم الجمعه لو ربنا وفقنا في ماتش الجمعه 15. هيتلعب الماتش بالمناسبه الساعه 8 بتوقيتنا هنا في القاهره. هيكون عندنا مواجهه يوم الاثنين مع فلومينينزي البرازيلي في دور قبل النهائي، واذا نجحنا في التفوق على فلومينينزي هنواجه السيتي. خلينا نركز على الفرق اللي في مشوار نادي الاهلي. هعدي سريعا على الفرق المشاركه في البطوله، على اهم الاسماء واخطر اللاعبين واكثر اللاعبين تميزا اللي بيشاركوا في البطوله، واقف بالتفصيل عن كل الاخبار اللي بتتردد قد يكون جزء كبير منها في تقديري وفي ظني اشاعات عن غيابات مؤكدة أو عن لعيبة مش هتقدر تشارك في البطولة. لكن هبدأ من ماتش بكرة اللي هيكون تحت المنظار ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، واسمع رأي سعيد ونادر في كل المستجدات اللي بتتعلق بالفرقتين، وتحديدا كمان التركيز أكتر هيكون على اتحاد جدة، لكن بعد فاصل سريع ونرجع لحضرتك. كلهم أبطال باستثناء اتحاد جدة. اتحاد جدة هو الفريق اللي بيستضيف البطولة، لكن بطل القارة أو بطل دوري أبطال آسيا هو أوراوا ريد الياباني، وطبعا بيشارك ممثلا عن قارة آسيا، وهو بعيد كل البعد عن طريقنا، وما أعتقدش أنه يعني ممكن تبقى فيه فرصة، لا قدر الله لو ما وصلناش مباراة نهائية ممكن نقابله في الدور قبل النهائي. لكن خلوني أبدأ مع سعيد ومع نادر يعني هنلقي الضوء كده على أكثر اللاعبين من ناحية القيمة التسويقية اللي بيشاركوا في البطولة في الفرق المشاركة. البداية مع السيتي طبعا، هو السيتي كفريق طبعا هو الأعلى من ناحية القيمة التسويقية، وإذا بصينا على السيتي هنلاقي إنه أغلى لاعب في الفريق هو إيرلينج هالاند. إيرلينج هالاند طبعا، في كلام على إنه إيرلينج هالاند ممكن ما يكونش جاهز المشاركة أو إصابته ممكن تمنعه من المشاركة مع السيتي في البطولة بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة افتقاد السيتي للاعبين بحجم إيرلينج هالاند دي بروين يأثر أو يقرب المسافات بشكل كبير، ولا هو كتيبة السيتي لا تتأثر؟ هو هيأثر لسبب، لأن نوعية الخصوم أي خصم
في بطوله الكاس العالم للانديه هيقابل جوارديولا هيتكتل بشكل كبير، فبالتالي انت محتاج مهاجم صندوق بمواصفات هالاند، فاكيد اكيد هيسيب اثر كبير، واي خصم يقدر يحافظ على الشكل الدفاعي لفتره هيخلق صعوبات. لكن في النهايه جوارديولا بيبتكر، بيخترع، بيخلق حلول. طيب اكيد نروح لاتحاد جده السعودي، طبعا عامل ميركاتو عالمي السنه دي، بنزيما وجلوكانتي وفابينيو مع وجود رومارينيو وجود فيليبي لويس طبعا في دفاع. تعالوا نشوف اغلى لاعب في فريق اتحاد جده السعودي. فابينيو اكيد، يعني طبعا ده العامل السن، لان 38 مليون يورو بالظبط، وسط مدافع لعب 17 مباراه سجل او صنع ثلاثة وما سجلش ولا هدف. يعني نوعيه لعب فابينيو بشكل كبير اصلا بتعتمد ما بتعتمدش على الجانب الهجومي، ان هو بيكون لاعب ديستروير اكتر في وسط الملعب. ده كان واحد من ضمن الكتيبه بتاعت يورجن كلوب اللي سيطرت على اوروبا كلها. كان واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا موجودين، وكذلك مع المنتخب البرازيلي كان بياخد ادوار كتير في الوقت اللي كان كاسيميرو بيكون مصاب، بيلعب على كاسيميرو. مع اتحاد جده ثنائيه نجولو كانتي وفابينيو دي ثنائيه صعبه جدا على اي فريق في العالم. القوه والعضلات زي ما بيقولوا، يعني المخ والعضلات اسف. لكن انت لما تيجي تلعب الاهلي فالوضع هيكون مختلف ان شاء الله. اكيد طبعا كولر يعني هيفكر في كل مباراه على حده، والتركيز كله على الماتش اللي جاي. من بعدها يكون لينا كلام تاني، ومواجهه هتكون صعبه. هي كل مواجهات الاهلي لو قدر للاستمرار في البطوله كلها هتكون في منتهى الصعوبه يعني. طيب نروح بعد كده لفلومينينزي البرازيلي. سعيد بنتكلم عن اندريا، لاعب في فلومينينزي سعره 15 مليون يورو. طبعا قيمه تسويقيه بتعكس لك حجم موهبه اللاعب، ودايما لاعبي البرازيل في بدايات مشوارهم بتبقى ارقامهم قابله لمضاعفتها خمس اضعاف 10 اضعاف. فبالتالي ده بيعكس لك ان انت قدام موهبه عاليه جدا، قدام قيمه فنيه للاعب قادر يحدث فارق. وخد بالك انت سواء كنت يعني هالاند طبيعي جدا تتكلم على قيمه تسويقيه عاليه جدا بصفته واحد من ابرز ان لم يكن ابرز او اهم مهاجم. صحيح. لما تتكلم على اتحاد جده وبتتكلم على فلومينينزي بتتكلم على اثنين لعيبه وسط مدافع تاثيرهم حتى الهجومي محدود جدا. بالظبط، والرقم كمان كبير. انت لو نظرت لقيمه اعلى لاعب قيمه تسويقيه في النادي الاهلي هتلاقي فيه فجوه لصالح زي ما حضرتك ذكرت من البدايه. صحيح. دايما الارقام في صالح المنافسين مش في صالح. طبعا. طيب نروح بعد كده لكلاب ليون المكسيكي. يعني أندية المكسيك دايما يعني دايما وابدا بيكون في انك بتلاعب يعني اودينيوس فرياس مهاجم كلوب امريكا المكسيكي، مهاجم سعره حاليا 5 مليون، بنتكلم في 5 مليون. معظم لعيبه المكسيك او معظم لعيبه امريكا الشماليه او الجنوبيه ما بيكونوش، بس خدت بالك من الارقام نادر، ده شارك في 30 مباراه ما سجلش غير هدف وحيد وما صنعش اي يعني تاثيره. وانت بتتكلم على مهاجم يعني مودست بريء. خدوا بالكم احنا بنتكلم على ناحيه القيمه التسويقيه، لكن على الاخطر رقميا دي قصه ثانيه خالص. في لعيبه كتيره جدا في كل الفرقه دي، يعني حتى لو كنت تكلم على السيتي مثلا ايرلينج هالاند غايب، لكن عندك دوكو رهيب، في الفودن، جاك جريليتش، برناردو سيلفا، كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا وقادرين الحقيقه ان هم يكونوا على مستوى الخطوره. في حاجه، فكره ان هو مهاجم اصلا وشارك 30 ماتش، يعني 30 حتى لو ما لعبش اساسي في 30 ماتش ومسجل هدف واحد بس، برضو دي علامه استفهام كبيره قدام قدام اداء. طيب نروح للاهلي الاغلى في قائمه النادي الاهلي. اليو ديانج 4.5 مليون يورو، اعتقد ان رقم اقل من قيمه اليو الحقيقيه، واعتقد انه ده ليه علاقه بتراجع مستوى اليو في السنوات الاخيره واقتراب عقده من النهايه. يعني فكره ان عقده قرب ينتهي ما اعرفش بالتحديد قد ايه، لكن اليو قيمته الحقيقيه وصلت في مرحله من المراحل في وقت سابق ل 7 مليون و6.5 مليون دولار، وكان يستطيع الاهلي انه يجني اموال اكتر من وراء بيعه، لكن كان في حرص على تماسك الفريق ككتله. اعتقد ان كنت كل صيف لما يتم سؤالي عن اهم صفقه بيبرمها الاهلي اقول ان هو احتفظ بعلي معلول واليو ديانج طوال الفتره اللي فاتت. فاعتقد انه يعني رقم ما بيعبرش قوي عن قيمه ديانج وعن قيمه كمان لعيبه ثانيه في النادي الاهلي قادره بعد البطوله دي وبعد بطوله امم افريقيا انها تتجاوز 7 و8 مليون. طيب من الاهلي نروح لراورد الياباني.
بنتكلم على الدنماركي ألكسندر سكولز، ده 3.3 مليون يورو، هو قلب دفاع 46 مباراة سجل 11 هدف، صنع هدفين، قلب دفاع وهداف. هداف مش مدافع. بالظبط. واللعيبة الدنماركية أصلا بشكل عام بتمتاز بطول القامة وبتمتاز بالبنيان القوي في الـ يعني الـ الخط الدفاعي، سيمون كاير، كريستينسن حاليا، الاتنين عندهم القدرة في ده، فأعتقد لاعب بالأرقام دي فده أكيد لازم يكون لاعب دولي يعني. أي وبتتكلم على برضو لاعب دنماركي مش قوة عظمى يعني، الدنمارك مع كامل احترام مصدر مواهب لكن قيمة تسويقية عالية جدا، وكمان على دوري ياباني، دوري ياباني يعني مش على دوري غني قوي، أو اليابانيين ما بيصرفوش كتير قوي زي لا. مثلا ما الصين عملت في فترة، أو أشهر ما حد لعب في الدوري الياباني إنيستا وفرناندو توريس كان برضو لعب في الدوري الياباني. صحيح. طيب نروح لأوكلاند سيتي، أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم. طبعا فريق مفترض انه يمتلك خبرات كافيه للمشاركه في البطوله، لكن دايما بيعاني اوكلاند من فجوه مع المنافسين. وطبعا ما يمتلكش شخصيه الاهلي، شخصيه اتحاد جده، فدايما بيعاني. هنا بنتكلم عن كاميرون هوسن، لاعب خط وسط قيمته التسويقيه 435,000 يورو، طبعا سعره ضعيف جدا جدا، بيعكس الفجوه الحقيقيه بين اوكلاند واتحاد جده واي منافس تاني. وبيقول لك من دلوقتي زي ما انت قلت في البدايه قبل ما نطلع هوا ان النتيجه في الكنترول معروفه، فبالتالي اعتقد في مسافه كبيره. لاعب الموسم ده 435,000 يورو ده ممكن يكون ثمن حد في فريق الناشئين في فريق زعلوك، ممكن قيمته تبقى عندنا كده يعني. لعب 26 مباراه، سجل 6 اهداف وصنع 6 اهداف. طبعا اعتقد الارقام دي ليها علاقه بطبيعه منافسين ضعاف في الدوري عنده، اعتقد ان اوكلاند بعيد جدا حتى بالاسماء الفرديه عنه. طيب ده على مستوى قيمه التسويقيه، على مستوى الارقام والفعاليه والتاثير، خلينا نتابع قائمه اهم اللاعبين في الفرقه، او اهم اللاعبين انتوا هتشوفوهم وتستمتعوا بيهم في البطوله دي، واللي اتمنى انه لعيبه الاهلي وهي بتقابلهم تبقى مستمتعه وبتقدم افضل ما عندها عشان العالم كله بيتابع. إيرلينج هالاند طبعا مانشستر سيتي يتصدر كل شيء، افضل لاعب في اوروبا وهداف وصاحب الحذاء الذهبي في الدوريات البريمير ليج وفي البريمير ليج طبعا بطبيعه الحال. السنه دي مسجل 14 هدف بس، احنا في الاسبوع 16 احنا 14 خد بالك على مستوى الفعاليه صلاح افضل منه، صلاح مسجل 11 وعامل 7 اسيست، وبجانب ان الفرص اللي بتتاح لايرلينج هالاند اصلا في بطوله البريمير ليج من اللعيبه اللي جنب ايرلينج هالاند اصلا مختلفه تماما، تحط اي مهاجم في البرواز بالظبط، لكن محمد صلاح من الفرص اللي بتجيله بيسجل، يعني الهدف اللي سجله اصلا في اخر مباراه دي اللي كانت امام كانوا بيلعبوا مين كريستال بالاس، كان في سالهيرست بارك في الدقيقه 81، فرصه صعبه جدا محمد صلاح بيسجلها يعني بصعوبه. الحاجات دي كان تشوف ماتش توتنهام، هالاند مضيع فرصتين جوه 6 يارد. هالاند عنده رقم سلبي السنه دي، هو الاعلى اهدارا للفرص. طيب سريعا عندنا جيرمين كانو لاعب فلومينينزي البرازيلي. طيب دي عموما الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جده مسجل 9 اهداف، الغيني خوسي كانتي لاعب اوراوا ريد الياباني مسجل 8 اهداف. دول اللاعبين على مستوى الارقام هم الاخطر او الاكثر تاثيرا هجوميا في الفرق المشاركه. انجوس كيلكولي ده نجم اوكلاند سيتي النيوزيلندي احرز 7 اهداف، الاوروغوياني فريديكو فينياس لاعب كلوب ليون المكسيكي مسجل 6 اهداف، والجنوب افريقي بيرسي تاو طبعا جناح الاهلي احرز 4 اهداف. دول اللاعبين الاكثر تاثيرا. هنقل اتحاد جده بقى، يعني متفقين ان اتحاد جده فرصه اكبر لو بالتأكيد. لو اوكلاند خير وبركه اكيد يعني، أوكلاند لو اوكلاند احنا خلاص عدينا ان شاء الله وبعدين فقل حسن اوكلاند بالنسبه لنا، لكن الاقرب اتحاد جد بالتاكيد. بدايه خليني ابدا بما تردد عن في لعيبه، طبعا مجموعه لعيبه واسماء مهمه راجعه من اصابه، منهم جول كانتي، منهم كريم بنزيما، حمد الله، منهم كريم بنزيما، منهم لويس فيليبي اللي تاكد طبعا غيابه عن المشاركه في البطوله. معلوماتي قبل الهوا على طول ان حمد الله رغم انه تم الاعلان انه جاهز للمشاركه مع الفريق لكنه غاب عن تمرينه النهارده، عارفين ماتش طبعا بكره ان شاء الله. فبالتالي خليني اتكلم على ابرز او اهم الاسماء اللي بشكل كبير او بنسبه كبيره غايبه عن تشكيله اتحاد جده في البطوله. يمكن اتحاد جده خلال الفتره اللي فاتت عموما شفنا ارقام خادعه، ارقام خادعه بمعنى ان النتائج السلبيه كتير تراجعوا في على مستوى الاداء كان ناتج لغياب 10 لاعبين. هو النهارده بيسترد معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين، كريم بنزيما ونجولو كانتي وحمد الله، وبشوف ان اوكلاند سيتي هتبقى مجرد محطه لتجهيزهم
وانه هيكون يعني شبه باستثناء فيليب لويز اللي خلاص خارج البطوله شبه كامل العدد. رومارينيو ايضا استعاد من الاصابه وهو يمكن كان اهم لاعب في انطلاقه الموسم ده. وفي كتير من اللعيبه رجعت من اصابه، في كتير من اللعيبه شاركت سواء مع فريق ضمك الفريق المباراه الاخيره في الدوري اللي خسروها 3-1 او قوى الجويه سرعان في دوري ابطال اسيا اللي خسروا من اخر مباراه كانت سباق وكسبوا وبيشاركوا جميعهم بيشارك في التدريب دلوقتي. فده بيقول لك ان الفريق بيستعيد قوته، بيستعيد نجومه، وبالتالي يجب ان تكون حذر كل الحذر من الارقام الخادعه اللي بتقول ان اتحاد جده سيء هذا الموسم. لا، مع انطلاقه بطوله كاس العالم هتشوف شكل تاني خالص. ما ينطبق على الاهلي ينطبق بالزبط على اتحاد جده. بالظبط، هتشوف شكل تاني خالص. الفريق بيستعيد قوته في اخر مثلا 7 مباريات 8 مباريات هتلاقي 30 الى 40% من التشكيل في كل مباراه بيتغير. فما فيش خالص عناصر، بيتغير في طريقه اللعب، في شكل اللعب، في العناصر. فبالتالي ده اثر على النتائج. عشان كده انا بقول انها نتائج خادعه لا تعبر ابدا عن قوه الفريق، عن حجم نجومه، عن دوافعهم، عن عقليه مارسيليو جالاردو في المواجهات الاقصائيه وطريقته في المواجهات الاقصائيه وتاريخه. جالاردو افضل ولا نونو سانتو؟ جالاردو بكل تاكيد، وجالاردو عنده ارقام وعنده تفاصيل بتقول لك احذر منه قوي في بطوله زي كاس العالم. ليه؟ لان الراجل ده تاريخه كله مع ريفر بليت اللي استطاع من خلاله يكون رقم واحد ويتفوق على رامون دياز اسطوره التدريب في الارجنتين، لم يحقق الدوري الا بعد 8 سنوات. طب الباقي البطولات دي جابها ازاي؟ بطولات كؤوس، مواجهات اقصائيه. اول بطوله ليه كانت بطوله اقصائيه، كانت بطوله اللي هي شبه الكونفدراليه عندنا او اليوروبا ليج. ثم حقق لاول مره في تاريخ ريفر بليت كاس الارجنتين، وحققها 3 مرات في ظرف ضيق جدا. فهو هنا الراجل اللي بيعرف يكسب كؤوس ومواجهات اقصائيه في المواجهه المباشره والبطوله اللي فيها مواجهه مباشره تتخاف منه جدا. بيعرف يذاكرك كويس، يحضر كويس، يعرف يقفل ازاي. وفي رقم مهم جدا بيقول انه قرابه 80% من مبارياته لا يخسر فيها. يعني ايه؟ يعني بيدافع حلو جدا. عنده رقم قياسي تاني، 36 مباراه لم يستقبل فيها هدف. رقم قياسي مع ريفر بليت. يبقى الراجل ده بيدافع كويس جدا، بيكسب مواجهه اقصائيه كويس جدا جدا، بيعرف يلعب مواجهات الكؤوس كويس جدا. فهنا تكون منتبه جدا انك قدام حد فاهم. خسارته واحد، عايز تقييمك او رؤيتك لخطوط الاتحاد الثلاثه، ايهم الاقوى ايهم الاضعف من وجهه نظرك كنادر؟ وهل قرايتك او مذاكرتك لاتحاد جده قبل ما تواجهه تبقى مبنيه على مبارياته الاخيره، ولا الماتشات الاخيره سواء في الدوري او في دوري ابطال اسيا شيء وماتشاته في كاس العالم هتكون شيء تاني مختلف؟ خليني ارد على السؤال التاني. في الماتشات الاخيره مش مقياس بشكل كبير، لان دلوقتي انت بتلعب وانت مستضيف في البطوله، بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك، مع عوده اللاعبين المصابين ده امر شيء ايجابي بالنسبه للفرقه. مارسيلو بس نفس التشكيله دي خسرت اخر ماتشات في الدوري من ضمك 3-1. الوضع هيختلف في كاس العالم زي ما احنا بنقول على نفسنا في الاهلي. هيتحس ان في دوافع مختلفه في كاس العالم. هو هيهدف لان هو يقابل مانشستر سيتي. هو احنا انا كدوري سعودي او كمستثمرين السعوديين حاليا او الاربع فرق بتوع الاستثمار بالنسبه لنا اصلا احنا عايزين العالم كله يتفرج علينا على الدوري بتاعنا. فاحنا جالنا مانشستر سيتي على ملعبنا. فلو في فرصه ان احنا نلعب عليها نلعبوا فيها، فاكيد هو بالنسبه له الفرصه مش فارق معاه اللقب بقدر ما هو عايز يتخطى الاهلي او يتخطى المنافس القادم علشان يلعب امام مانشستر سيتي في سيمي فاينل. ده بالنسبه للدوافع اللي هيكون عند اللعيبه بتاعه اتحاد جده. عوده اللاعبين المصابين ده طبعا هيفرق كتير مع مارسيلو جاياردو، اللي مش هضيف على كلام زميلي سعيد الا حاجه واحده بس، فكره ان جاياردو اصلا من المدربين اللي كان متوقع انه يكون مدير فني لبرشلونه من سنتين. أيوة، مكان صحيح. رونالد كومان قبل تشافي لولا تمسك ريفر بليت ببقائه. هرجع بس سؤالي الاخير لخطوط اتحاد جده في الوقت الحالي بحاله اللاعبين سواء اللي راجعين من الاصابه او المستبعدين القريبين من المشاركه او البعيدين عنها، من وجهه نظرك ترتيبك ليهم عشان نعرف نقدر نقول نقاط الضعف اللي ممكن نراهن عليها ونحاول نكسب منها الجيم، ونقاط القوه اللي لابد ان احنا نعمل حسابها بافضل شكل ممكن. اعتقد ان هيبقى في المقام الاول خط الهجومي لفريق اتحاد جده، رومارينيو، كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، حتى جوتا اللي ما كانش بيشارك معاهم في بطوله الدوري كان خارج قائمه بطوله الدوري قريب المشاركه، وخصوصا بعد تالقه في بطوله اسيا في دوري ابطال اسيا. وده لاعب انا شخصيا عارفه قبل ما كان يروح السعوديه مع رومارينيو وبنزيما هم الاقرب لبدايه ماتش بكره لبدايه المباراه من بدايتها. بجانب طبعا وسط الملعب، يعني بالتدريج هو هيبقى الخط الهجومي ده رقم واحد بالنسبه لي. وسط الملعب طبعا لو في جاهزيه نجولو كانتي هيفرق كتير جدا معاهم في وسط الملعب. احنا بنتكلم في خط الدفاع في غياب لويس فيليبي، واحد من ابرز اللعيبه اللي كانوا في الكالشيو السنه اللي فاتت مع فريق لاتسيو، كان مرشح ان هو يروح انتر ميلان، لكن طبعا مع 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 الاتحاد هم جابوه علشان ما عرفوش يجيبوا امريك لابورت اللي راح النصر.
لكن عوده احمد حجازي انا بالنسبه لي ما يقلش كتير عن اللعيبه دي. احمد حجازي عارفين قدراته وعارفين قوته اللي هتفرق كتير مع فريق اتحاد جده، وخصوصا ان الاجواء في اتحاد جده ما بين اللعيبه وما بين بعضها مختلفه عن مكانه ايام سانتوس اللي كان فيه خناقات على شرط الكابتن على مين اللي يكون ده مكان مين. على كل الاحوال بكره انطلاقه البطوله، عين على المواجهه الاولى بين اوكلاند سيتي وبين اتحاد جده، وعين طبعا هنتابع مع حضراتكم اخبار الفريق اللي هيبدا اول مشوار استعداده وتحضيره للبطوله من بكره ان شاء الله. رحله الاهلي فعليا بدات النهارده، عمليا تبدا بكره ان شاء الله. هنتابع معاكم لحظه بلحظه وصولا للمواجهه الاولى للاهلي ان شاء الله امام الفائز من اوكلاند والاتحاد يوم الجمعه القادم. سعيد علي، نادر شبانه كانوا ضيوفي اللي شرفوني النهارده في السادسه، بشكركم شكرا جزيلا. شكرا ليك استاذ احمد. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جاي نكون بنحتفل بفوز اهلي وتاهل لمرحله بعيده في كاس العالم. شكرا على المتابعه، تحياتي ليك.